السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحتكم يا ربي تكونوا على خير، الاحوال ديالكم تكون طيبه باذن الله. مبروك عيدكم، يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي، صيام وصلاه وقيام مقبولين في هذا الشهر الكريم. داز دغيا صراحه، انا من الناس اللي كانوا كيتسناو رمضان نهار الجمعه، ولكن الخير فيما اختاره الله. اليوم فيديو مميز، غنشارك معكم طبيله ديال الفطور ديال العيد، فكنتمنى ان هذا الفيديو يدوز خفيف ظريف عليكم، وكذلك غنشارك معكم بعض الاجواء ديال عيد الفطر. فبقي معايا ونبداو التحضيرات على بركة الله. أول حاجة بديت بها كان في الليلة ديال العيد، وجدت كيكات مختلفين، واحدة فيها الشوكولا وفيها القرقاع وفيها المكونات العادية ديال الكيكة، واحدة بالنكهة ديال الحامض والمكونات اللي كنديرو ديما، واحدة فيها البيستاج والشوكولا. بالنسبة للمكونات والمقادير والطريقة ديال التحضير بالضبط غتلقاوها في الأخر ديال الفيديو. كي كتعرفوا بان العين كتاكل قبل، اليوم قلت غادي نحط طبيله اللي هي متوله وفيها اشياء بسيطه، لان كتعرفوا دركني الوقت بزاف وما قدرش نوجد بزاف د الحوايج. الحمد لله كانوا عندي بعض الحلويات وكان عندي شويه ديال الفويساك ووجدت كيكات. بهذا الشيء غادي نحاول نحطوا واحد طبله متوله واللي كتحمر الوجه. دونك بديت بالبلاطوات هو الاولين اللي درت فيهم ديال العصير وكذلك ديال الشاي. ثاني حاجه غادي نحط هاد لي غاطو في هاد البورت غاطو، خديتو من إلا ديكو. بالنسبه لهذه اللي غادي ندير فيها لي فرويساك، كنت خديتها من هميزات اكسيون، وحتى البرارد اللي وريتكم في الاول الدوغي راه هما خديتهم من هميزات اكسيون. وبالنسبه للماسكاني اللي شفتو راه خديتهم من عند إلا ديكو، راني كنت شاركته مع البنات في الانستغرام. دابا غادي نحاول نستف الكاطو وغادي نحط كل حاجه بلاصه ديالها. بالنسبه لهاد بورت كاطو طبقات راه خديتها من بريكاهون. هادو درت فيهم السوفة البنات، وكنت صدفتهم في مرجان، كنخديتهم بواحد الثمن خيالي، وشاركت معكم البرومو في مرجان. البنات من مشاو لقاوهم دغيا حيدو ليهم بروموسيون، لان كانوا ساويين يمكن شي 55 درهم وخديتهم انا 12 درهم، كانوا داروا لا بروموسيون في مرجان بقى عاقله. داكشي علاش كنقول لكم البنات اجيو لعندي الانستغرام، لان اون فوا كيبان شي بلون زوين كنبارطاجيه معكم ديك الساعه. الانستغرام ديالي هو فدوى تيغي بلويت شانيل. الطبيلة ديالنا هي هذه، الحمد لله انا قنعتني، عجبتني بزاف. كي كتشوفوا حوايج بساط حطيتهم في المعنة، عطيتهم اكثر واكثر. ما يمكنش يدوز العيد بلا ما نبخروا الدار، واكيد البخور ديالي من قصر النفيس، ديما كناخذو من عندهم. وهذا الاخير اللي خديت ريحته خطيره جدا، وراه كنت شاركته مع البنات في الانستغرام، وبزاف البنات خداو عليه وردوا لي الغوتور ديالهم، قالوا لي فدوى الريحه كما وصفتي. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير والمقادير ديال الكيكه. اول حاجه غادي ديري خاصك تاخذي البيض يكون على درجه حراره المطبخ، وهنا غادي نحتاجو 3 ديال البيضات من الحجم المتوسط، الا كان عندك صغير ديري 4 ديال البيضات. من بعد البنات ما تنساوش القبيصه ديال الملحه، ضروري لانها كتبنن الكيكه. ومن بعد غنديرو فوقهم كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للفاني البنات غادي نديرو 7 غرام ديال الفاني، غادي نطحنوهم مزيان في مولينكس، وغادي نزيدو كاس ديال الزيت وكاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وغادي نزيدو ملعقه ديال المربى ديال المشمش، وغادي نزيدو معاهم القرقاع والشوكولاط. بالنسبه للقرقاع والشوكولاط اختياري، سواء انك ديريه
طحنيه معاهم او انك تخليه حتى الاخر. انت وكيفاش كتبغيه وسط كيكه، لا كتبغيه باين خليه حتى الاخر، الا كتبغيه يكون داخل مع العجين خلطيه كما انا درت. وغادي نزيدو الدقيق الابيض، انا هنا درت جوج كيسان ونص، ولكن انت غتودي بالك غتخليه على حساب الخليط، يعني العجينه ديالك خاصها تكون ما هيش جاريه بزاف وفي نفس الوقت ما هيش قاصحه. غنحركو كلشي مزيان ومن بعد نزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو الاسود، وغنزيد الخمارات جوج يعني 14 غرام ديال الخمارات. غنطحنهم مزيان وغنوضعهم في المول. اكيد المول ديالك غتكوني دهنتيه بالزيت او مثلا درتي بابي كويسون على حساب انت المول اللي غادي تخدمي. بالنسبه للفران البات غنشعلو ليه من التحت، خصو يكون بارد، نخليو الكيكه ديالنا حتى تنفخ ومن بعد نشعلو ليه من الفوق. وها كيكه وجدات كتجي لذيذه بزاف. اهم حاجه البنات قبل ما تقداي رتبي البلاصه اللي عندك وعرفي القياس اللي خصك تاخدي باش ما تقداي تحطي اي حاجه بلاصه ديالها وما يكونش واخد لك الوقت، لان فريمون فاش كتكوني ماشيه وانتي ما مرتباش كترجعي كتحطي التقديه شي فوق شي، من كتجي تبغي تجمعي كتلقاي راسك ما عندك ما تجمعي، اي كياخذ لك الوقت كياخذ لك من الجهد ديالك الى اخره. ديما كنقول لكم البنات راه الترتيب كيربحك الوقت، وفعلا من كديري كل حاجه بلاصتها ولو بحوايج بساط دغيا كتشقيه في دارك، دغيا كتربحي الوقت الى اخره. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تدخلوا الفيديو ديال البارح لان فيه بزاف د الحوايج زوينين، فيه بزاف د الحيل، فيه بزاف د الافكار الديكورات الى اخره. غنقول لكم السلام عليكم، فرحت بزاف انني شاركت معكم هذا النهار، خليتكم في امان الله وعيد مبارك سعيد.